قصف شديد ما في شك، كل الناس بيعرفوا انه في قصف وفي ضرب، بس ما بيعرفوا شدة القصف اللي صاير من الطيران وانت نازل للقنابل، يعني حتى قنابل عنقودية بيزتوا. شو بدك؟ كل شيء أسلحة وكل شيء ذخيرة عم يزتوه علينا. فنحن إذا الله راد منقول لهم قاعدين وما لنا متهجرين، واللي بده يتهجر يتهجر لحاله لأنه مو هو ابن بلد، بس يكون ابن بلد بيتم قاعد ببلده. فنحن قاعدين ببلدنا ومتمسكين فيها، متمسكين بأرضنا، والبيت يعني بناية مثل ما هي اتهجرت. هون عنا حارة كاملة، هاي الحارة نزل فيها 6 صواريخ ضربة واحدة، والعالم امناهم من تحت الردم، وهذا بيت أخي هون امناهم من تحت الردم. نحن وقت اللي امناهم من تحت الردم يعني الحمد لله رب العالمين الله معهم، وطالما انه الله معهم نحن ما لنا خايفين من شيء. وبالنسبة لكلمة هدنة، هي كانت كذبة كبيرة من الكذب اللي كانوا عم يكذبوها، فلذلك هي نحن ساكنين بالملاجئ هلا، بيوتنا تهدمت فوق، نحن طابق اول وطابق ثاني، والعالم اللي ساكنه هون انضربت بيوتها راحت، وشفت شوفت عينك فوق شو صاير والهدم اللي صاير ودمار